الجزء بتاع الربع انش ونص انش وواحد انش لكل ده مفهومه ايه؟ ان كل قدم طولي انا بنزل ربع انش ولا تومي انش ولا يعني مقدار النقص ده شايفه كده الريدكشن ده هو قيمه الاسلوب. الكلام ده كله الاسود ده سيبك من اليونتس بتاعته، احنا بنشتغل بالوحدات المتريك افضل اللي هي ايه بقى؟ اللي هي نص في المية، واحدة 16 انش لكل قدم يعني نص في المية. مفهوم ايه نص في المية؟ يعني نص سنتي في المية سنتي، لكني بقول انه نص سنتي في المتر مش المية سنتي لمتر، فنص في المية مفهومها ايه؟ ان بنزل نص سنتي كل ما امشي طول متر، ده يعني لو انا ماشي بميل كام؟ نص في المية. طب ميل 1% معناه ايه؟ ان كل متر طولي انا هنزل بمقدار الميل بتاعي 1 سنتي، ده مفهوم الواحد في المية. طب 2% يعني 2 سنتي كل متر، 4 سنتي كل متر، واضحة كده؟ الميول دي هي اللي مفتوحة قدامي بالنسبة للماسورة اسمها ايه؟ البيلدينج ترين. طب انت سألتني بتقول لي الهوريزونتال فيكتشر برانش اللي هي جوه التويلتس والكيتشنز والحاجات دي، ميولها عاملة ازاي؟ تتحسب ازاي بقى في الكود؟ ببساطة خالص، المواسير اللي أقل من 4 بوصة بيكون الاسلوب بتاعها 2%. طب المواسير ال 4 بوصة وانت طالع بيكون نسبة الميل بتاعتها 1%. وخد بالك يعني انا عندي ماسورة 2 بوصة 3 بوصة منها 2% اللي اقل من ال 4 بوصة. يعني ايه منها 2%؟ يعني كل متر بمشيه بنزل 2 سم. بس خد بالك برضه ان واقعيا النسب دي ساعات بتقل شوية. ليه؟ لان انا بيبقى عندي الردم بتاعي ما بين الخرسانة وما بين السيراميك او البلاط ده بارتفاع معين، صح؟ بتمشي فيه قطر الماسوره بالميل بتاعها. فنقدر نقول ان هو بيبقى على الواقع طبقا للردم بتاعي بيبقى محسوب كده على موف الموقع. بس لو انا عايز احسبه او امشي بميول مظبوطه هي دي القيم بتاعها. واضحه؟ طب بالنسبه بقى للبيلدنج درين. البيلدنج درين افكرك تاني هي ستاكس نازله وبتتجمع على ماسوره افقيه واحده، صح؟ لو السويل ستاك ده او الويست ستاك ده وليكن انا شغال سويل او ويست شايل مثلا 100 فيكتشر يونت وده شايل 50 فيكتشر يونت وده شايل 40 فيكتشر يونت، اعمل سايزنج للبيلدنج درين ده على اي اساس؟ الجزء ده يبقى شايل 100 فيكتشر يونت، 100 زائد 50 يبقى 150، 150 و40 يبقى 190، كل الارقام دي بالفيكتشر يونت، واضحه؟ اجي هنا هل اقدر اشتغل بنص في المية؟ طب فرضا انا عندي 1500 فيكتشر يونت، يعني اقدر اشتغل هنا واقدر اشتغل هنا وهنا وهنا، صح؟ وطبعا كل واحد طبقا للميل هتلاقي له قطر مختلف. مش الكيو بتساوي اريا في فلوستي؟ الكيو دي اللي هي دلاله ايه على فكره؟ الفيكتشر يونت، صح؟ والميل ده هو برضه دلاله ايه؟ في السرعه، كل ما الميل زاد كل ما السرعه زادت، انت فهمت العلاقه عامله ازاي؟ وبالتالي انت لازم عشان تشتغل بقطر كبير يبقى عندك فيكتشر يونتس كبيره. عشان لو انا شغال بقطر كبير وعندي فيكتشر يونتس صغيره يعني فلويد صغير هيبقى السرعه عندي مقدارها صغير، صح؟ وانا محكوم في مواسير الصرف، خد بالك ان تمشي سرعه الصرف اكبر من 6.1 متر على الثانيه واقل من 1.5 متر على الثانيه. ده المينيمم وده الماكسيمم فيلوستي. لا ينفع اقل عن السرعه دي ولا ينفع ازيد عن السرعه دي. تقدر تتخيل ليه؟ وطبعا لو انت طبقت الجدول ده هتبقى محقق ايه؟ رينج ما بين السرعتين دول. ليه ما ينفعش اقل عن دي ولا ازيد عن دي؟ لو قلت عن 6.1 متر على الثانيه تبقى سرعه السوليدز اللي ماشيه في الماسوره قليله جدا لدرجه ان السوليدز دي ما تقدرش تتشال مع الميه والفلو اللي ماشي. طب ولو زادت؟ يبدا يحصل نويز ونحر وتاكل في الجدران الداخليه للمواسير. فالسرعات دي لا ينفع اقل عنها ولا ينفع ازيد عنها عشان يبقى عندي المواسير بتاعت الصرف نقدر نقول عليها بيحصل لها سيلف كليننج. سيلف كليننج يعني ايه؟ يعني الميه اللي ماشيه بسرعه تسمح بازاحه السوليدز اللي فيها كلها وما يحصلش نحر وتاكل من الجدار الداخلي للماسوره. فانا لو التزمت ان طبقا للفيكتشر يونتس اللي عندي ابدا اختار القطش يبقى انا كده شغال صح. وخد بالك جايز يبقى عندي الماسوره دي شايله كام فيكتشر يونت؟ 100، صح؟ اقدر اشتغل باسلوب ال 1%؟ لا. يقدر اشتغل بالاثنين او الاربعه، صح ولا انا غلطان؟ اشتغل بانهي احسن؟ بالاسلوب الاقل. عارف ليه؟
كل ما اشتغلت بالاسلوب الاقل ده اسلوب، ده اسلوب اكبر، ده اسلوب اكبر واكبر. كل ما اشتغلت باسلوب اقل كل ما كان الارتفاع الصافي بتاعك ايه. لو جبت لك الصوره ديت شايف الصوره دي، ده بدروم. لو الماسوره دي ماشيه بميل كبير قوي هينتج عنه ان الارتفاع الصافي بتاع الدور هيبقى قليل، صح؟ تبقى الماسوره ماشيه خلاص انت بتخبط فيها وانت ماشي. لا انا يهمني برضو ان الارتفاع الصافي بتاع الدور، ايه الارتفاع الصافي ده؟ الارتفاع الحر اللي انا ماشي فيه يبقى اكبر ما يمكن. اكبر ما يمكن ازاي؟ يمشي باقل سلوب. بس مش معنى كده ان انا اقول لك رايح دماغك بقى وامشي بسلوب نص في المية وخلاص. ما انت ملزم بعدد ايه؟ فيكشن اكس معين. وجايز جدا يبقى انا شغال هنا ب 100 و 150 فاشتغل بفيكشن اكس 2 في اخر الماسوره بقت 190 فيكشن اكس، اقدر اشتغل بايه؟ بالواحد. هتقول لي هعملها ازاي ان انا ابقى ماشي جزء سلوب وجزء تاني بسلوب؟ الموضوع ده كله بيبقى تيش وافيز شايل الماسوره. لما افك الافيز اللي في الاخر ده انا كده بزود الميل، صح؟ كل ما اربط الافيز ده كده كل ما برفع الميل. فممكن تبقى عندك ماسوره كده الماسوره اللي بعدها كده، المواسير الصرف عندك في الاخر تتربط مع بعض راس في ديل اللي هي عامله زي الجوانات. بتلاقي ماسوره كده ونهايتها بالشكل ده راس، تيجي الماسوره اللي بعدها تركب بالشكل ده. واضحه الفكره؟ فدي اقدر العب فيها بايه؟ يعني اكيد بعمل ده اقدر العب بالزاويه بالاتجاه اللي يهمني او بالزاويه اللي تخدم. واضحه الفكره؟ يبقى البيلتنج درين مره بعمله للويست ومره بعمله للسويل. بناء على ايه؟ شوف الاستاك اللي على المشايه كام فيكتشر يونت وابدا اكتب الفيكتشر يونتس اللي عندك على البيلتنج درين واحد. وطبقا ليها احنا بنحاول جاهدين نمشي باقل سلوب. ما عرفتش عشان الفيكتشر مش موجوده امشي بالاسلوب اللي بعده اللي بعده وهكذا. واضحة يا باشمهندس؟ واضحة؟ ده الجدول الثالث واللي هو اسمه بيلدنج درين. الجدول الرابع والاخير بتاع ايه؟ بتاع الفنت. الفنت عشان تعمله بيعتمد على ثلاث حاجات. أول حاجة أنت بتعمل فنت لإيه؟ للستاك بتاعت السويل، صح؟ فبيعتمد على القطر بتاع الماسورة، وبيعتمد على الفيكتشر يونتس كونكتد على الماسورة، وبيعتمد على طول الماسورة. لأن خد بالك كل ما طول الماسوره ما زاد كل ما ايه اللي حصل؟ نيجاتيف بريشر اكبر، فمحتاج قطر فنت اكبر عشان كميتها اكبر تخش لك. وشرحه بالنسبه للفيكتشر يونتس معناها ان الفلويد اكبر، وشرحه بالنسبه لقطر الماسوره، كل ما قطر كبر محتاج كميه هواء اكبر فبكبر ماسوره الفنت. واضحه الفكره؟ وبالتالي عشان احصل على قطر الفنت لازم يبقى عندي ثلاث معلومات اللي هم ايه تاني؟ قطر الماسوره وطولها والفيكتشر يونتس كونكتد عليها. فرضا انا عندي ماسوره قطرها 4 بوصه وشايله 200 فيكتشر يونت وطولها الراسي وليكن 30 متر. السويل ستاك عندي جاي من اعلى لاوطى جزء في المبنى وعايز اجيب له قطر ماسوره الفنت. اجيبها ازاي؟ انا قلت لك قطر الماسوره ايه؟ وشايله كام فيكتشر يونت توتال؟ 200. وطولها قد ايه من فوق لحد 30 متر. اجي هنا على سايز اوف درينج ستاك. احنا قلنا قطر كام؟ 4. في كام 4 عندك؟ 3. ما انا هختار انهي 4 بناء على فيكتشر يونتس كونكتد عليه. هي هنا كام؟ 200. ال 4 بص الاولانيه شايله كام فيكتشر يونتس؟ 200. ال 4 شايله 100. ال 4 اللي بعدها يبقى دي اللي تخص الجزء اللي انا بعمل له سايزنج، صح؟ شوف ال 4 وال 200 وكمل افقيا كده تلاقي ارقام كتير. الارقام دي هي ايه؟ الطول بتاع الفنت. بس خد بالك انه بوحده القدم، وانا هنا كاتب لك الطول بالمتر. 30 متر يعني تقريبا 100 قدم. فشوف ال 4 وال 200 وكمل افقيا كده تلاقي ده 30. هل انا وصلت لل 100 قدم بتاعتي؟ لا. 90 لا. 250 ال 100 جواه، صح؟ اطلع فوق يبقى هو ده قطر ماسوره الفنت. تاني بشوف القطر بتاع الاستاك ان انا بعمل لها فنت قطرها كام بوصه والفيكتشر يونتس بتاعتها كام، وامشي كده لحد ما تقابل الطول بتاع الاستاك بتاعتك. وانس انك جبته اطلع لفوق تلاقي قطر عمود الفنت بتاعك هو ده القطر اللي تقدر تركبه على الدرينج استاك بتاعتك او السويل استاك بتاعتك. اربع جداول بس زي ما انت شايف ابسط من البسط، صح كده؟
جدول يديك فيكتشر يونتس، جدول يديك هوريزونتال فيكتشر برانش وستاك، جدول يديك بيلتنج درين، وجدول اخير يديك قطر الايه؟ انت ها حد عنده اي سؤال؟ الجهاز ده طبعا بالتفصيل ان شاء الله هنعمله في التطبيق بتاع محاضره الاثنين الجاي، هو اللي هي محاضره رقم 7 على مشروع